بكم عدينه فسوف ياتناه بقوم يحبهم ويحبونه. أعزتي على المؤمنين أعزتي على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم الكفار أولياء اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم الله إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. أهل الكتاب هل تقيمون منا إلا وهل نبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواه